سئلت ذات مرة عن الذاكرة، كذبت وقلت إنها ضاعت، خشيت من تعلم الدرس الخطأ، لكنه عاش مختلف الظروف وسنتعلم منه. عندما جاء إلينا لم يكن أكثر من لص عادي يجتهد لينجو في شوارع بغداد ويحلم بالأفضل، ليس لنفسه فقط بل لكل المهمشين الذين رآهم يعانون. فبينما عاش في عصر ذهبي في قلب الخلافة العباسية وذروتها، فإن خدشت سطحها المذهب لوجدت العفن أسفله. سعى تنظيم القدماء لفرض سطوته وإبراز وحشيته في البلاد. كمستترين كما لقبونا قاومنا وضربنا عدونا في الخفاء صراع أبدي. منذ قرون كان في قلب الصراع باسم بن إسحاق، شرف العقيدة، تحداها، وعلينا الاقتداء به. جميعنا يخلط بين الظلمات التي نسلكها والنور الذي نخدمه. قد يأتي الوقت الذي نمتحن فيه مثله. أخشى أن ذلك الوقت وشيك. برفق يا باسم، تنفس. أكان الجنية مجدداً؟ وماذا أراد صديقنا هذه المرة؟ أن ينتزع اللحم عن عظامي؟ أن يتغذى على أحشائي؟ إنه لا يتكلم كثيراً لكنه يترك أثره. ما زلت أشعر به يزحف على جلدي. أنت تعرف أن ذلك مجرد وهم؟ انسي أمر الجني الآن، إنه يوم جديد ولدينا عمل لننجزه. ترك درويش عقداً آخر. لمن؟ هم مجدداً؟ لجنينا مالاً أكثر لو جلبنا التمر إلى هجر. كفى يا نهال، أين ما يمليه عليك الواجب؟ لن يملأ الواجب بطوننا. صحيح، لكنه سيثري وجداننا. سأخرج. يستمر ضوء الشمس في الانحسار. فلنعجل قبل أن يطول بدرويش الانتظار، لن أتحمل منه عظات أخرى. العقود التي أثقل بها درويش كاهلك ليست بالقليلة. يثق بأنني سأفعلها. أعلم يقيناً أنك تحظى بثقته، لكن هل تظن أنك تحظى بثقتهم؟ أعني هذه الشخصيات الغامضة. أرجو ذلك بعد كل ما جرى. عليهم إثبات ذلك، إنك تتحمل المخاطر كلها ولا يقدمون إلا القليل. إنهم محررون يا نهال، ليسوا تجاراً. أعرف هذه القصص، ولكن لابد أن يكفي ثمن الحرية طعامنا. Thank you.
بشأن هذا العقد؟ لا أريد منك أن تشعر بالضيق من كلامي، إنما أرجو مصلحتك فحسب يا صديقي. لا مانع من التصدي لمضطهدين كما يفعل المستترون. هل تظن نفسك بطلاً من أبطال الغد؟ جلجامش القادم؟ لا، لست سوى ابن خادم للخلافة كرس حياته لتحسين أوضاع قومه، فقط ليهمش وينسى. لكن يشرفني أن هذا ظنك بي، لربما أنوي أن أكون مثله. ليس ذلك ما قلته على الإطلاق. ذلك ما سمعته. يا لهذه الحشود، لابد من أن هناك أمراً مهماً. لقد استدعوا الخليفة إلى قصر الشتاء، ومن المؤكد أن حاشيته الثرية هي التي تقود هذا الحشد. لعلهم في حالة مزاجية مناسبة لتقديم التبرعات. أفهم ما تعنيه، قليل من خفة اليد لشحذ ذكائنا. إذا لم يكفي العقد لإطعامنا فربما ستفعل الخلافة. ترك التاجر كيس نقوده على الطاولة، إنه هدف سهل للبدء. يحسن به المغادرة قبل أن يلاحظوا. عليك الاستعداد، سأنشل ما معهم. عين ثاقبة ويد رشيقة، صفتان لا يستهان بهما. هناك ذلك الرجل المزعج، لابد أن لديه شيئاً ذا قيمة. الكنوز التي أقدمها إليكم ماكر بحق. وتلك التي تقف هناك، إن معها بعض النقود. أحسنت صنعاً، إنك سيد لصوص الأنبار حقاً. هل هذا حديث الغيرة؟ قليلاً يا لص أكياس النقود العظيم. يا لثقل الظل، هيا لقد تأخرنا على درويش. كيف يجرؤ على التحدث معي؟ أعدك أنك ستعود للمزيد. السلام عليكم. إنه باسم. مرحبا. تبدو عليهم أمارات النشاط. ما الحكايات التي سنسمعها اليوم؟ الطوال منهم بالتأكيد. أسرقت شيئا؟ ويحك ويحك ويحك، ها قد جاء الفتى الكسول، لقد كنت في انتظارك. كان على أحد تدبير الطعام. مهلا. طعام، ما كنت لأختال بذلك المال في الأسواق، ثق بي. اذهب إلى زائدة، إنها تستخدم الكثير من الزبد. إنها تفعل ذلك حقا. تبدو منهكا، هل أنت بخير؟ أمر هين ستعالجه مغامرة صغيرة. ماذا يريدون؟ دفتر شحن بحري في الميناء، لا قيمة له في حد ذاته، لكن المعلومات المدونة فيه شديدة الأهمية عندهم. منتهى السهولة، أليس لديهم ما هو أصعب من هذا؟ يمكنني القيام بالمزيد. دع عنك التفاخر، حراس الخليفة هنا بأعداد كبيرة، وحري بك تذكر ذلك. إنك تهتم لأمري الآن أكثر مما كنت تفعل في بغداد. اهتمامي لأمرك لم يتغير، لكنني كبرت وأصبحت عاجز عن إخفائه. فلتحضر ذلك الدفتر ولتفعل ذلك بسرعة. نحن لم نتحدث عن أجري.
ولن نتحدث عنه، ليس قبل إتمام العمل. إنك تعلم طريقتهم. يا للصدمة، ما هو إلا رسول وأنت مجرد ساع لذلك الرسول، فلتقم بهذه المهمة بنفسك. لقد رأيتهم بين الجنود يسيرون في الموكب المتجه إلى قصر الشتاء. أكانوا يحملون السيوف والرمال؟ باسم، أنت وحدك في هذا. ما الحساب النهائي لما استلمناه؟ 16 قفصاً، صندوق واحد، 6 حقائب. كان هناك 3 أقفاص عندما رجعت الدفتر. أمهل المعاونين المسؤولين عنها حتى مساء الغد. إذا لم يحضروا فقد نسوا أمر بضاعتهم. احتفظ بما يروق ناظريك وتخلص من الباقي. انتظر هنا. إذا رآني أحد فسأضطر إلى الفرار. حمدا لله أنني أستطيع أن أسبق أولئك الحراس المتراخين. إنه مغلق، سيعطلني قليلاً. هل هناك خطب ما؟ هناك، لعل ذلك ما أبحث عنه. ما الأسرار التي دونت في هذا الدفتر يا ترى؟ ربما أستطيع الضغط على العجوز المتذمر درويش ليبوح لي ببعض أسرار العقد. لم يصبك مكروه كما أرى. كان الأمر في غاية السهولة. أوف. قد نستفيد من الجواسيس في المدينة. سأرى ماذا سأفعل. إنها مهمة على ما يبدو، ساوم على أجر أعلى. صحيح. باسم، في الوقت المناسب أحضرته معك؟ وبدون جلبة. إلي به إذن. أنت واحدة منهم؟ ها هو، يبدو كأنهم أوصلوه صباح هذا اليوم. أوثقة أنه الصندوق المطلوب؟ أنا متأكدة. أعطي الصبي أجره. إذا احتجت سرقة شيء فأنا المنشود. درويش يضمنني، كلفني بتنفيذ جميع عقودك. انتهى دورك إذن. بوسع المزيد.
مات اثنان من خيرة رجالي في مسعاي، ولن ينجح لص شوارع فيما فشل فيه. دعيني أنضم إليك، لديك مكانان شاغران. لقاء هذه الإهانة علي أخذ نصف الأجر. شكرا يا درويش. أصغي يا باسم، إن أردت الاستمرار في العمل لدي فعليك الاختفاء وإغلاق فمك. لما تحرج نفسك بهذا الشكل؟ ما قصدك؟ كأن ويل تستميت ليمنحك الانتباه. أستميت؟ يا نهال، أنا بارع فيما أفعله. ستكون تلك المرأة محظوظة بانضمامي إليها. لكنها لا تريدك. أنت لص شوارع متسخ القدمين، لما العناء؟ لما تواصل إقحام نفسك في هذا الطريق؟ لأن لصوصية الشوارع ليست أسمى طموحي. لدي ما أقدمه إلى العالم غير أنامل الرشيقة، إنهم لا يدركون ذلك بعد فحسب. أوشكت يا جاسم. ما هذا؟ آها، هذا أحدث ابتكاراتي. إنه يساعدني على إبعاد التجار الغاضبين حين يرونني أفتش في بضائعهم. سأعد نفسي ناجياً. رائحتك كريهة، ما هذا؟ كنا نصطاد في الميناء منذ الصباح وكان الحظ عنيداً. الميناء؟ ألم ترى أو تسمع جلبة بشأن صندوق؟ نعم، صندوق أسود جميل للغاية، أخذه حراس ضخام إلى القصر. شكرا لك يا جاسب. ما الذي تفعله؟ إنهم يريدون الصندوق، وسأذهب لإحضاره إليهم وسيعرفون قيمتي. لا فائدة من إقناعك، أليس كذلك؟ لنفعل هذا معاً إذن. إذا أمسكوا بك عند قصر الشتاء فسيقتلونك فوراً. نحتاج ممراً آمناً إلى الداخل، وأنا أعلم أين يمكن أن نجده. هذا إن أمكنك اتباع خطايا على سبيل التغيير. لا تتورطي في هذا يا نهال، أدرك شعورك تجاه هذا الأمر. إنها حماقة مطلقة، لكن يبدو أنني لن أستطيع إيقافك، ولهذا سآتي معك وسأزعجك حتى تقرر ترك فكرة سرقة الصندوق من قصري الشتاء الخاص بالخليفة. حين تقولينها بهذه الطريقة أشعر بالإثارة. هل سنذهب أم لا؟ سأتبعك. إنها خطة مجنونة يا باسم، ولو افترضنا أنك نجحت ورحبوا بك في صفوفهم، فماذا بعد ذلك؟ هل ستنسانا؟ بالتأكيد لا نهال، إن مصلحتهم هي مصلحتنا. أنت وأنا وسائر المنبوذين الذين يقيمون في الشوارع ويعيشون على الفتات والمياه القذرة. بوسعي أن أكون الأداة التي تنتشلنا من بؤس تلك الحياة، الأداة التي تجعل جاسب يحسن استخدام مواهبه ليكون حرفياً خبيراً، أداة تضمن ألا يتعرض الرجال الصالحون للنبذ مثلما تعرض أبي، وتبدد حيرة الأطفال وخوفهم مما يحمله الغد لهم. أتفهم ما تحاول قوله يا باسم، لكنك ترسم صورة لعالم لا وجود له. أخالفك الرأي في هذا. لابد أن أكف عن القلق حول الأمر، ليس كما لو أن بوسعي العثور على أي. ها هو ذا قصر الشتاء، هيا من هنا. خلفك مباشرة. وصلنا، لننتظر حلول الليل. ألا يذكرك مكان وقوفك بذكريات جميلة؟ منذ زمن ليس ببعيد،
كنا نعد غنائمنا في هذا المكان في وقت مشابه لهذا الوقت تحت جنح الليل، حينها كانت المخاطر أقل، وكذلك كانت الغنيمة. حسناً، قبل أن تطالب بغنيمتك يجب عليك الوصول إليها، وكما أرى سيتطلب هذا الأمر قدراً من الإبداع. يمكننا تفقد البوابة الأمامية. وأخبرني إلى ما سيؤول الأمر. إلى أين أنت ذاهبة؟ لدي فكرة ذكية، إذا لم يكن لديك مثلها فيجدر بك أن تتبعني. مهلاً. حل الظلام المنشود، هيا بنا. نهال، هل تتبع خطايا يا باسم؟ قرار رشيد جدا. أعلم أنك تكرهين أن تكوني وحيدة. أرى جنودا في ذلك الاتجاه. العدس مع مرق الليمون، الرمان والليمون، يمكنني تذوق ذلك الآن. صار، سمعت شيئا. حذاري. كنت مع إقبال يوم ذا عندما انهار الجدار، لم نكن قريبين لسماع صراخ أو أي شيء. هل رأيت الضيوف؟ يا لملابسهم الغريبة. أغلق كمك، كلامك لن يجلب إلا جيد، قد يدخلنا هذا الباب إلى القصر. لن يدخلنا دون مفتاح. فتش في الأرجاء. الأموية لا يشكل تهديدا. هل وجدت مفتاحاً؟ يبدو الخليفة مضطرباً، وجود ابن عنيد لا ييسر الأمور. الفتى متحمس، إنها أول مرة له في القصر، فليتجول كيفما شاء برأيه. ينبغي أن يكون هذا المجلس مختصراً على أي حال. أهم، هيا. من هناك، الخليفة في انتظاركم. وصلوا يا مولاي. فلتخرجوا جميعاً، سألتقي بهم وحدي. أبتاه، اسمح لي بالبقاء. خذوه. يبدو ثقيلاً، لن نستطيع إخراجه من القصر. إذن سأضطر إلى أخذ ما بداخله. أيها السادة، مرحباً، كل شيء مرتب.
أعلم أن لهذا شأناً كبيراً عندكم، فلتطمئنوا إلى بقائه مصوناً هنا. لن نرضى بأقل من هذا، سننجز أعمالنا ونعود إليك عندما نكون على استعداد. استعد أيها الخليفة. أيمكنني رؤيتها مرة أخرى؟ محتوياتها؟ لحماية الصندوق بأرواحنا فيجب أن نعلم. لم تر شيئاً من هذا ولم تقل شيئاً، أهذا مفهوم؟ نعم بالتأكيد، انسى ما قلته. حانت فرصتنا. هناك شخص قادم. من هنا المكان آمن. لم أتخيل أني سأدخل هنا قط. انظر إلى هذه الأقواس، يمكنك نصب قطعة منها وبيعها مقابل الكثير من الذهب. ألم تحضر معك بالمصادفة فأساً؟ سأتذكر ذلك في المرة المقبلة التي نقتحم فيها قصراً. لا بأس يا باسم، افتح، اسرق، اهرب. أسرع باسم. باسم. أعطني هذا. لا لا، ألديك فكرة عما سيفعلونه بي؟ أرجوك أرجوك سامحني. هذا خطأك. توقف أرجوك. أيها اللص الحقير. لا أركض. نهال انتظري. أبتا أمشي كل فتاة. ربما من الأفضل. نهال هذا يكفي. بحقك، ما الذي تريده مني؟ اهدى يا باسم. نهال؟ ليس بالضبط. أنت بخير؟ جيد، لأنني أريد منك إخباري بشأن هذا. لا أعلم ما تقصدين. قل لي ما الذي حدث. الصمت ليس في صالحك الآن. لا أتعمد الصمت، لكنني لا أستطيع شرح ما رأيت. تلك الأداة كان لها تأثير علي. لقد كنت في مكان آخر، مفزوعاً وأشعر بالبرد، وقبل أن أدرك الأمر انقض الخليفة علي وأمسك عنقي بيدي. كان حادثاً، لم أقصد أن، ما أردت إلا المساعدة. علينا إخراجك من هنا، لدي قارب في الميناء الغربي. ماذا؟ لا أستطيع المغادرة، يجب أن أعثر على نهال.
كف عن هذا وفكر يا باسم. حرس الخليفة يبحثون عن قاتله، إنه لص شاب أوصافه كأوصافك، لن يتوقفوا عن البحث حتى يعثروا عليك، وحين يفعلون لن يلقوا بك في زنزانة بل في قبر ضحل. سأمنحك فرصة ثانية، استغلها. نهال، درويش، جميعهم في خطر. الجنود يطاردون كل من باسم. باسم، تجنب النظر. لم يكن بوسعنا فعل شيء. لا شيء؟ لو بقي الخليفة حيا لما حدث هذا. انتبه إلى أين تشير بإصبع الاتهام باسم. سرقة الصندوق من القصر فكرتك، لأنك أردت إعجاب أصدقائك المعكرين. ما فعلته أنقذنا. أنت قتلتهم، أنت من فعل هذا. أتى من تلك الجهة. أرجو ألا أراك مجدداً أبداً. بسرعة. كلهم ماتوا بينما كانوا يسعون لمعاقبتي. أنا توقف. هذا هو. أعتقد ذلك. إجابة كافية. تحرك. ما الذي تفعلينه؟ لا تفكر. يوم جديد واختبار آخر، علي العودة.